أجمل له طفل يحب مع إخوته يلعب يلهو لا 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 نورة يا صغيرتي، لا يصح ذلك. لماذا يا أمي؟ نحن نغني ونلعب. من آداب الزيارة ألا ترفعي صوتك في منزل من تزورينه. حسناً، سنلعب في هدوء. أحسنت يا ابنتي. شكراً جزيلاً. أم فواز، ابنتك وليست غريبة. بالطبع يا أمي. في الشهور الأخيرة أصبحت متعبة بعض الشيء. لا عليك، كلنا بجوارك وسأساعدك أنا وأم فواز. وسنبدأ حالا. يا حبيبتي، من آداب الزيارة عدم العبث بمحتويات البيت والتطفل على ما هو موجود بداخله. سأعيد الصندوق إلى مكانه. أشكركم على زيارتكم الكريمة، أتمنى أن تقوموا بتكرارها. سوف أتصل بك لتحديد موعد الزيارة القادمة. لماذا لا تأتين لها دون موعد يا جدتي؟ أليست صديقتك؟ لأن جدتك تعرف آداب الزيارة جيدة، فهي تخبر من ستزور برغبتها في ذلك، لا أن تأتي له فجأة. أشكرك يا جدتي، أنا سعيدة بهذه الزيارة لأنني تعلمت فيها الكثير من الأشياء المفيدة. وأنا سعيدة لرؤيتك يا نورة.